السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في شرح جديد من مادة البيئية إن شاء الله في هذا الفيديو رح نبلش بموضوع جديد وهو الكيميكال إكواليبريوم وهذا الموضوع الثاني رح يكون في بارت 3 تمام؟ طبعا إحنا سابقا تحدثنا في المحاضرة الأولى عن اليونتس أوف كونسنتريشن خلينا نراجعهم على السريع حكينا إنه اليونتس أوف كونسنتريشن إذا حكينا عن اليونتس أوف كونسنتريشن تمام؟ حكينا انه في عندي ثلاثه يونت اساسيه انت لازم تعرفهم وهم اول واحد المولاريتي تمام وحكينا هي عباره عن المول على الفوليوم باللترات ويرمز لها بالرمز ام كابيتال حكينا عن النوع الثاني او الوحده الثانيه وهي المولاليتي تمام المولاليتي وكانت هي عباره عن المول على الكيلو جرام ويرمز لها بالرمز ام سمول وحكينا ايضا عن وحده مهمه وهي النورماليتي تمام أما بالنسبة للنورماليتي فكانت عبارة عن equivalent weight بالجرام على الفوليوم باللترات وحكينا إنه equivalent weight بكل بساطة يساوي المولكيولر ويت على الشارج تمام؟ طيب وحكينا أيضا في وحدة ثانية اسمها الإكوفيلنت كونسنتريشن تقاس بالملي إكوفيلنت على لتر وتساوي التركيز بوحده الملي جرام على لتر على الايكوفلنت ويت للماده اللي عندي تمام؟ طيب أه وعطيناكم هومورك باخر محاضرة حكينا لكم حلوا هذا السؤال ايوه وحكينا لكم طلعوا لنا الاماونت للسي او2 تمام؟ يعني هو كان طالب الاماونت للاو2 يعني عدد مولات الاو2 اللي أه اكسدت ايوه Uh, c6 h12 or 6 تمام؟ حكينا لكم طب طلعوا لنا عدد او كمية يعني السي او 2 اللي راح تنتج من اكسدة السي 6 h 12 o 6 بتركيز طبعا هو معطيني 1.67 في 10 سالب 3 مولاريتي يعني مول على لتر تمام؟ طبعا الموضوع بسيط خلينا نحل هذا الهوم بنسب هسه كونه انا بدي السي او 2 بنسب السي او 2 الى المعلوم وهو ال c 6 h 12 o 6 بعد موازنة المعادلة فباجي بحكي له انا عندي 6 مول من السي او 2 بالنسبة لواحد مول من c 6 اتش 12 O6 بروح آه هسه الان هو معطيني مولاريتي فبالتالي ما في داعي احولها الى جرامات لانه هو معطيني مولاريتي والمولاريتي زي ما حكينا هي عباره عن مول على لتر تمام طيب فباجي بضرب مباشره بالتركيز يعني باجي بحكي له هو انت عندك تركيز 1.67 في 10 قوه سالب 3 مول على لتر المولات هذول لمين للسي 6 h 12 O6 وضربت عشان اخلي مولات السي 6 اتش 12 او 6 بالبسط تمام فبروحن هذول مع هذول بيطلع عندي عدد مولات السي او 2 الناتجه لو حسبناهن بكل بساطه 6 ضرب 1.67 ضرب 10 قوه سالب 3 ايوه بيطلع عندك الجواب 0.01 0.01 مول من السي او 2 بير لتر للسوليوشن تمام طيب حكينا مثلا لو طلب منك زياده طلع لي انا بدي الجرامات من السي او 2 بتيجي بتحولها طبعا ايوه بتحط مول السي او 2 تحت ايوه انه كل واحد من مول من السي او 2 كم بعطيني بالجرامات بعطيني موليكولر ويت السي طبعا الموليكولر ويت لها 12 حكينا زائد بالنسبه للاو اللي هي 16 في 2 لانه عندي ذرتين جرام وهيك بضرب العدد المولات في الجرامات 0.01 ضرب إيه 12 زائد 16 ضرب 2 نحسبها على السريع بتطلع معك بوينت 44 جرام بوينت 44 جرام من ال CO2 طب لو طلبها بالملي جرام لو طلبها بالملي جرام اضربها ب 1000 رود تمام ايوه فكم بيطلع معك 440 مل جرام من ال CO2 تمام طبعا, طبعا كلياته هذا بير لتر وهاي على لتر تمام هيك احنا بنكون طلعنا كتله ال CO2 الناتجه وطلعنا عدد مولات ال CO2 تمام وشملنا يعني تقريبا كل الافكار أه طيب وهيك بنكون انهينا تماما موضوع وحدات التركيز نبدا الان في الموضوع الثاني والموضوع المهم جدا وفعليا الماده بتبلش عندي من هذا الموضوع وهو الكيميكال ايكوليبريم طيب بالنسبه لموضوع الكيميكال ايكوليبريم معناه الاتزان الكيميائي طيب الاتزان الكيميائي شو يعني اتزان كيميائي على سبيل المثال لو كان عندك المعادلة A small A capital زائد B small B capital ال B small وال A small هن عدد مولات عدد مولات العناصر الكيميائية اللي هن A و B تمام؟ أيوة هذول تفاعلين مع بعض وأنتجن لك C small C capital زائد D small D capital تمام؟ على هذه المعادلة طيب بكل بساطة عشان تفهم الاتزان الكيميائي معنى الاتزان الكيميائي أنه متى أيوة بتصل هاي المعادلة لحالة الاستقرار، يعني متى هاي المعادلة فعليا عندك اه راح يصل المواد المتفاعلة يستقر خلص، يعني التراكيز تثبت، فإذا الإتزان الكيميائي كتعريف هو عبارة عن اه النقطة اللي بتبلش تثبت عندها تراكيز المواد المتفاعلة، حيث أنه بكل بساطة تراكيز المواد المتفاعلة لو بدنا نمثلها بكيرف يعني، أيوة بتبلش المواد المتفاعلة مثلا عند الزمن ايوه هذا تايم مثلا وهذا هاي تراكيز السي ورح نرجع لهذا الكيرف مرارا وتكرارا تمام؟ آه لاحقا ان شاء الله ولكن خلينا نفهمها عن طريق كيرف آه بكون الشكل افضل. طيب فانت عندك المواد المتفاعله بكل بساطه تبدا بتركيز يعني انيشالي at time equal زيرو تمام؟ بعد ذلك ببلش تراكيز هاي المواد المتفاعله تقل ومين اللي مقابلها بزيد تركيز طيب المواد الناتجه صح بتظلها تقل تقل لحد ما توصل آه انه خلص بثبت التركيز بلش التركيز عندك بهاي الفتره خلص بثبت فبالتالي هون بنحكي انه هذا التفاعل وصل لمرحله الاكوليبريوم اذا احنا بدنا ندرس هاي المرحله يوم يجي يثبت عندي التركيز تمام فاذا مرحله الاكوليبريوم هي عباره عن المرحله التي تثبت او تثبت عندها تراكيز المواد سواء المتفاعلة او الناتجة تمام لان الناتجة بتزيد والمتفاعلة بتقل فالمتفاعلة بتقل لحد ما تثبت خلص والناتجة بتزيد لحد ما تثبت تراكيزة تمام طيب هسه في مرحله الاكوليبريم بنقدر نعرفها تعريف ثاني وهو انه سرعه التفاعل الامامي يعني التفاعل هو رايح هيك سرعته تساوي سرعه التفاعل العكسي يعني لو التفاعل كان عكسي ايوه فهو راجع وهو رايح نفس السرعه تمام ولكن اهم مفهوم لازم تفهمه هو انه التراكيز في حاله الاكوليبريم تكون ثابته تمام فالتراكيز في حاله الاكوليبريم بتثبت هاي بسميها كيميكال اكوليبريم هيك بكل بساطه تمام ايوه فيعني على سبيل المثال مثلا لو انت كنت مختبر كيميائي وجيت ضفت مادتين كيما... كيميائيتين مثلا اي وظيفته انا ماده ايه وماده بي، هسا الماده ايه ومادة بي رح تلاحظ مثلا بس يتفاعل ممكن يطلع بخار، دخنه، ممكن مثلا يتغير شكل او لون المحلول، تمام؟ لحد ما يركز، يعني لحد ما كل الامور تستقر، تمام؟ فبس يستقر هذا التفاعل بحكي انه وصل للكيميكال اكيوليبريم، للاتزان، وعند الاستقرار بتكون التراكيز ثابته، هيك بنكون وضحنا مفهوم الكيميكال اكيوليبريم، طيب، الان أنا بالكيميكال إكواليبريم في عندي ثابت بسموه ثابت الاتزان الكيميائي هذا الثابت اللي هو الكي إذا هذا الثابت هو عبارة عن ثابت الاتزان الكيميائي يعني الكوفيشنت أوف أو, أو تقدر تسميه الإكواليبريم كونستانت زي ما بدك تسميه فإذا هو بالنهاية ثابت الاتزان يساوي تركيز المادة الناتجة سي أيوة قوة عدد مولاته أيوة مرفوع لعدد مولاتها في تركيز المادة الناتجة دي مرفوع لعدد مولاتها على تركيز المواد المتفاعله اللي هن A مرفوع لعدد مولاتها في تركيز الماده B مرفوع لعدد مولاتها، هيك انا بقدر اطلع الكي بكل بساطه طبعا، ايوه ممكن هو يعطيك الكي اكوليبريم طبعا مطلع له تركيز احد التراكيز اللي هو طالبها، فهذا هو موضوع الاكوليبريم كونستنت اللي عندي، طيب فهذا هو بالنسبه للكي ايكوليبريوم كيف بطلعه هو تراكيز المواد الناتجه قوه عدد مولاتها على تراكيز المواد المتفاعله قوه عدد مولاتها هيك بكل بساطه طيب بالنسبه للماء مثلا على سبيل المثال ايوه المي المي هسه جزيئات المي يوم تتحلل وتعطيك H بلس زائد OH ماينس لو ننطبق عليها الاكوليبريم، بيحكي لك الكي اكواليبريم للمي بيساوي 10 قوة سالب 14 وهذا الشيء ثابت انه الكي ايكوليبريوم لا تفكك الماء هو عباره عن عشرة قوه سالب 14 ثابت تمام طيب فما عشرة 10 قوه سالب 14 معناته بقدر اطلع معادله بتربط بين تركيز الاتش بلس وتركيز الاو اتش ماينس صح فبقدر اجي احكي انه الكي ايكوليبريوم بتساوي تركيز الاتش بلس طبعا هاي المعادله طبعا موزونه واتزان هن هذول واحدات بكون تمام ايوه فتركيز الاتش بلس في تركيز الاو اتش ماينس على أه، تركيز h 2 او تمام طيب أه، تركيز h 2 او واحد هو ثابت اذا تركيز h 2 او وطبعا ملاحظه مهمه هاي الاشارات اللي هن السكوير براكتس بدل على التركيز بوحده المول على اللتر تمام يعني بوحده المولاريتي فيوم احط لك إياهن معناها معناها هذا الإشي انه تركيز بوحده المولاريتي تمام طيب تركيز جزيء الماء h 2 او هو عباره عن واحد واحد مول على لتر تمام هو ثابت دائما فشيلها وحط واحد فصفى عندك انه تركيز الاتش بلس في تركيز الاو اتش OH ماينس يساوي 10 قوة سالب 14 تمام وهيك انا ربطت بين تركيز الاتش بلس وتركيز الاو اتش ماينس فلو اجى قال لك محلول ايوه معين او جزيء الماء مثلا في تركيز الاتش بلس مثلا مثلا على سبيل المثال كان تركيز الاتش بلس 10 قوة سالب 3 مثلا أيوة طلع لي تركيز اتش OH- عوض بالمعادلة مباشرة بتطلع عندك تركيز اتش OH- بتساوي 10 قوة سالب 14 على تركيز الـ H+ اللي هو 10 قوة سالب 3 صح؟ وبالتالي بتطلع 10 قوة سالب 11 مثلا تمام؟ طيب. طيب الآن نيجي لموضوع الـ pH أيوة اللي هو الرقم الهيدروجيني الـ pH تمام؟ طيب. أيوة الهيدروجين نمبر طيب الرقم الهيدروجيني شو علاقته بتركيز الاتش بلس؟ زمان حكينا انه هو عباره عن سالب لوغاريتم تركيز الاتش بلس وهذا الاشي اخذته يعني في ماده الكيمياء زمان يمكن. طيب فسالب لوغاريتم تركيز الاتش بلس. طيب في عندي ايضا شيء اسمه البي او اتش، او اتش بكون سالب لوغاريتم تركيز الـ H تمام؟ وانتبه انه هاي التراكيز بوحده المول على اللتر، لازم تكون بوحده المول على اللتر. طيب ملاحظة مهمة بالنسبة للبي أتش حاصل جمعه مع البي او أتش لازم يعطيك 14 تمام؟ إذا الـPH زائد الـPOH بعطيك 14 حاصل جمعهم، طبعًا إحنا بنعرف إنه رقم الهيدروجين أتش أيوه، اه عند السبعة بكون متعادل، الرينج له طبعًا من صفر ل 14 فعند السبعة بكون متعادل، وقبل السبعة بكون حمض، وبعد السبعة، يعني فوق السبعة، بكون قاعدة، وطبعًا كل ما كبرت بعد السبعه يعني كل ما قربت من الرقم 14 زادت قوه القاعده وكل ما قربت من الرقم واحد او الرقم صفر زادت قوه الحمض عندك تمام؟ هاي الاشياء لازم تعرفها عن الرقم الهيدروجيني، فالرقم الهيدروجيني طبعا مهم ويعني له شغل كثير في ماده البيئيه وخصوصا اللاب تمام؟ طيب فالبي اتش بيساوي سالب لوغاريتم الاتش بلس والبي او اتش سالب لوغاريتم الاو اتش آه هذا هو يعني بالنسبة لموضوع الكيميكال اكوليبريم لازم تفهم هاي الشغلات. طيب خلينا نيجي ناخذ مثال على أول جزئية طبعا هاي من موضوع الكيميكال اكوليبريم. طيب بحكي لك هون مثلا فايند تركيز الاتش بلس and تركيز الاو اتش- ان tomato juice آه بحيث عندك الـ pH بيساوي 4.1. طيب ما انت بتعرف انه الـ pH بيساوي سالب لوغاريتم تركيز الاتش بلس صح معناته من هون تركيز الاتش بلس انت بتكون عارف انه بيساوي 10 قوه سالب البي اتش صح طيب فبتيجي بتحكي هو معطيك البي اتش فبتقدر تطلع تركيز الاتش بلس اللي هو عباره عن 10 قوه سالب 4.1 تمام طيب هيك طلعنا تركيز الاتش بلس طبعا بوحده المول على لتر زي ما اتفقنا طيب بالنسبه لتركيز الاو اتش ماينس على المعادله انه تركيز الاو اتش ماينس ايوه يس... ضرب تركيز الاتش بلس يساوي 10 قوه سالب 14 تمام وبناء على ذلك تركيز الاو اتش OH ماينس بصير عندك بيساوي 10 قوه سالب 14 على تركيز الاتش بلس اللي هي 10 قوه سالب 4.1 وهيك انت بتكون طلعت تركيز الاو اتش OH ماينس بالمول على اللتر تمام هذا سؤال بسيط أه بيعرفك كيف تستخدم العلاقه بين تركيز الاتش بلس وتركيز الاو اتش ماينس طيب نيجي لسؤال أه يعني متقدم شوي ايوه وهو أه الامونيا ستريبنج طبعا بقول لك هذا الاكزامبل انه عندك نيتروجين الان هاي رمز للنيتروجين ان ويست ووتر ويست ووتر اللي هي مياه عادمه طيب اذا النيتروجين موجود بويست ووتر تريتمنت بلانت ايوه مياه عادمه أه موجوده في مصنع طيب از ان ذا فورم اوف امونيا هذا النيتروجين بكون على شكل امونيا زائد امونيوم، الامونيا اللي هي نفسها ال NH3 تمام؟ يعني النيتروجين هذا موجود بشكلين، بشكل ال NH3 وشكل الامونيوم وهو NH4 تمام؟ طيب ايون، اذا الامونيوم ايون تمام؟ طيب فايند ذا فراكشن اوف النيتروجين اعطيني الفراكشن للنيتروجين هنا قاعد بعطيك بقول لك بدي الفراكشن طبعا كلمه فراكشن معناها زي نسبه تمام ايوه فالفراكشن للنيتروجين ذات از ان ذا امونيا فورم ايوه فبده هو الفراكشن للنيتروجين يعني نسبه النيتروجين الموجوده بالامونيا بالنسبه للنيتروجين الكلي طبعا النيتروجين الكلي ايوه يعني تركيز النيتروجين موجود في الامونيا والامونيوم فبالتالي التوتال نيتروجين هو عباره عن تركيز ال NH3 زائد تركيز ال NH4+ صح هذا التوتال فيوم احكي لك فراكشن للامونيا ايوه معناته انا بدي تركيز ال NH3 بالنسبه للتوتال فتمام فكلمه فراكشن معناها يعني الجزء بالنسبه للكل تمام هي نسبه نسبه الامونيا الموجوده او نسبه النيتروجين الموجود في الامونيا بالنسبه للنيتروجين الكلي تمام؟ النيتروجين موجود في الامونيا اللي هو تركيز الـ NH3 على النيتروجين الكلي اللي هو عبارة عن حاصل جمع تركيز الـ NH3 زائد تركيز الـ NH4 بلس، ممكن يحكي لك العكس، مثلا يقول لك فايند ذا فراكشن اوف N ذات از إن ذا أمونيوم آيون، ذا أمونيوم آيون معناته اللي بده الفراكشن تاع الأمونيوم، تاع الأمونيوم يعني بتيجي بتحكي له تركيز الـ NH4 بلس بالنسبة للتوتال اللي هو تركيز الـ NH3 زائد تركيز الـ NH4 بلس، تمام؟ فهذا هو المطلوب، طيب، نيجي نكمل From as a function Uh, form as a function of pH. فبده اياه بدك يعني هذا تجيبه الفراكشن از ا فانكشن اوف بي اتش يعني بدلاله البي اتش بدك تجيبه على فرض مثلا اعطاك البي اتش 3 او 4 او 5 فانا بدي تجيب لي اياه يعني عند قيم البي اتش من 1 الى 14 تعمل جدول وتجيب لي اياه تمام فهسه هي الفكره بالسؤال انه اعطاك الايكوليبريوم كونستانت لهذا التفاعل وهو الكي ايكوليبريوم بتساوي 1.82 في 10 قوه سالب 5 طبعا هو بالغالب المعادله الكيميائيه بتكون مكتوبه في الامتحان فهو بيحكي لك انه يعني انا عندي الان اتش 3 هو موجود في مي تمام ال NH3 راح يتفكك ال NH3 الى ايش؟ الى NH4 بلس زائد OH تمام؟ طبعا ال NH3 زي ما هو معروف عنه هو قاعدي تمام؟ قاعدة ضعيفة طيب فبتفكك لهذا الاشي فانا طبعا بعرف انه الكي K equilibrium ايوه ايش بتساوي؟ K equilibrium بتساوي تركيز ال NH4 بلس صح؟ يعني تركيز النواتج قوة واحد طبعا هاي المعادلة موزونة طبعا جاهزة ضرب تركيز الـ OH- قوة واحد كمان على تركيز الـ NH3 قوة واحد في تركيز الـ H2O وتركيز الـ H2O طبعا هاي واحد، طب بالنسبة لـ K الكي اكوليبريم هي معطيك إياه 1.82، يعني هون بتيجي بتحكي له 1.82 في 10 قوة سالب 5. طب ما هو أنا بدي الفراكشن يا أنس، يعني إيش دخل الكي اكوليبريم بالفراكشن؟ باجي بحكي لك الفراكشن بتقدر هيك تظبطه، أيوة تحكي إنه الفراكشن بيساوي تركيز ال NH3 اقسم بالبسط على تركيز ال NH3 والمقام اقسم لي اياه على تركيز ال NH3 تمام؟ بروح البسط عندك بصير واحد على طبعا NH3 مع ال NH3 هاي بتروح بتصير واحد زائد وال NH3 هون مع ال NH4 بلس بتيجي بتحطها يعني بتوزع البسط على المقام تمام؟ على تركيز ال NH3 فلاحظ هون هذا الشكل وين موجود؟ هي هون صح؟ مش هاي هي تركيز ال NH4 بلس على تركيز ال NH3 هي موجوده هون تمام فانت هذا التيرم هيك جبته ايوه وعندك الكي Equilibrium وتركيز ال OH ماينس طيب ظل عندك ما هي هاي واحد راحت تمام هاي واحد قيمتها طيب تركيز ال OH ماينس ايوه كيف من وين اجيبه ايوه بدي اجيبه كعلاقه مع البي اتش تمام يعني لنفترض انه هو قال لك البي اتش والله بيساوي 3 ايوه فبدك تجيب تركيز الاو اتش OH ماينس كعلاقه مع البي اتش كيف بدك تجيبها بتحكي له بكل بساطه انه تركيز الاو اتش ماينس ايش بيساوي 10 قوه سالب 14 على تركيز الاو آه تركيز الاتش بلس تمام وتركيز الاتش بلس بيساوي 10 قوه سالب بي اتش صح فبالتالي تركيز الاو اتش OH ماينس يساوي 10 قوه سالب 14 على 10 قوه سالب بي اتش والبي اتش ارفعها لفوق ايوه بتصير عندك تركيز الاو اتش OH ماينس بتساوي 10 قوة سالب 14 زائد الـ اتش تمام؟ طبعا الآن هاي هاي الـ OH ايوه بتصير عندك المعادله يعني كالتالي خلينا نظبطها ايوه بدناش نختصر كثير 1.82 في 10 قوة سالب 5 بتساوي تركيز الـ NH4 بلس على تركيز الـ NH3 تمام ضرب تركيز الاو اتش OH اللي هو 10 قوه سالب 14 زائد البي اتش طبعا انا خليت البي اتش عشان تعوض اي قيمه من قيم البي اتش اللي هو طالبها تمام انا حطيت بي اتش بتساوي 3 يعني هاي من عندي طيب فانت الان بناء على هذا الكلام اقسم يعني هاي حطها بالمقام وشيل هذا التيرم كامل وعوض مكانه هذا التيرم فبطلع عندك الفراكشن بالنهايه ايوه ايش يساوي يساوي واحد على واحد زائد أه واحد فاصل ثمانية اثنين في عشرة قوة سالب خمسة على عشرة قوة سالب أربعة زائد البي اتش تمام طيب وهيك انت جبته كفانكشن مع البي اتش يعني عند اي قيمة بي اتش بتقدر تجيب لي فراكشن تمام الفراكشن لمين الفراكشن للان اتش ثري تمام اذا هذا فراكشن للان اتش ثري بالنسبة للتوتل ماشي طيب هسه لو اجيت انت طبعا قيم البي اتش انت بتعرف انها من 0 الى 14 صح فعوض 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لعند ال 14 اعمل جدول وعوضهن اه وارسم الرسمه مثلا راح تطلع معك الرسمه هي طبعا بالامتحان بيجي بطلب منك فراكشن عند قيمه معينه من البي اتش بقول لك مثلا عند بي اتش 4 عند بي اتش 3 فانت بس عليك ايش تيجي تعوض مثلا بي اتش بتساوي 3 بي اتش بتساوي 4 تمام طيب هسه الان لو بدك ترسم الرسمه ايوه يعني لو رسمت الرسمه مثلا بين البي اتش وبين الفراكشن لل 3 راح تلاحظ ان هالرسمه هي هو راسمها هون تمام هاي الرسمه هيك طبعا الفراكشن قيمه من وين لوين اي فراكشن بالدنيا قيمه من صفر الى واحد تمام ايوه بس فأعلى إشي واحد وأقل إشي صفر فبالتالي بناء على هذا الكلام حط الفرانكشن على محور الواي وحط البي اتش على محور الاكس ورسم أيوة بس طلع القيم أه لاحظ إنه الـ NH3 الفراكشن لوجود الـ NH3 أيوة ظلوا صفر لحد ما وصلنا لبعد السبعة يعني لاحظ من صفر ذا 7 ال NH3 مش موجود يعني النيتروجين بشكل ال NH3 مش موجود بالمره، طبعا ايش السبب؟ انه من صفر ذا 7 البي اتش عندك ايش بكون؟ بكون حمضي، صح ولا لا؟ يعني من صفر ذا 7 هذا الرينج للحموض، وال NH3 قاعده، فيعني مش موجود عندك اصلا او اتش ماينص عشان يتكون عندك ال NH3، صح ولا لا؟ طبعا مع زياده البي اتش ايوه مع زياده البي اتش تزداد تراكيز ال OH- اتش ماينص وتقل تراكيز الاتش بلس تمام طيب زادت تراكيز الاو اتش OH ماينس مما يؤدي انه بس يصير عندك البي اتش فوق السبعه ايوه بتصير عندك الوسط قاعدي وبالتالي بتبلش تبين عندك ايونات الاو اتش OH ماينس ايوه واللي بتشكل عندك الان اتش 3 فببلش الان اتش 3 يظهر عندك بهذا الشكل لحد طبعا بي اتش مثلا 11 او 10 أيوة يعني تقريبا زي هيك بيصير عندك الفراكشن واحد معنى الفراكشن واحد إنه النيتروجين كله جاي من وين كله جاي من الـ NH3 بس تمام أيوة طبعا معنى الفراكشن صفر إنه النيتروجين مش جاي من الـ 3 جاي من الـ NH4 بلس تمام والنيتروجين موجود على جميع الحالات بس إذا الفراكشن الـ 3 صفر يعني NH3 مش موجود معناته النيتروجين بس جاي من NH4 بلس طيب إذا الفراكشن الـ NH3 واحد معناته النيتروجين جاي من ال NH3 بس مش جاي من ال H4 طيب لو بدنا نرسم رسمة الفراكشن يعني من هاي الرسمة أيوة بدنا نرسم رسمة الفراكشن لمين لل NH4 بلس أيوة كيف راح تكون؟ بس خلينا نمسح هذول طبعا أنتم نسختوهم على الأكيد أيوة بدنا نرسم رسمة الفراكشن لل NH4 بلس فوق هاي الرسمة طبعا من المنطق تحكي لي إنه بالمنطقة اللي صار فيها الفراكشن للnh NH3 واحد معناته الفراكشن لل NH4 بلس وين بده يكون صفر؟ وبالمنطقة اللي فيها الفراكشن لل ال NH3 صفر معناته الفراكشن لل NH4 وين بده يكون؟ واحد، وبهي المنطقة بتقاطع تمام؟ ايوه هيك بهذا الشكل تمام؟ فهذا هو الفراكشن لل ال NH4 بلس تمام؟ اتمنى تكون فهمت فكرة الفراكشن، الفراكشن هي عبارة إنه أنت بدك تركيز جزء من Total. تمام ايوه طبعا عشان تجيبها لازم يكون معك معادله ثانيه زي مثلا الكي والبريم واللي هي غالبا بتكون معطاه وطبعا مثل هذا السؤال يعني تكرر كثير ايوه تمام فركز عليه الكي والبريم بتطبق عليها طبعا المعادله هاي بتكون معطاه عندك في الامتحان ما في داعي يعني انت تحفظ معادلات او تعرف كيف التفاعلات يعني بتصير ايوه ولكن يعني هي موضوعها سهل انه مثلا انا اتش 3 هي عباره عن قاعده بتتفكك في المي لا انا اتش 4 بلس وبتعطيك او OH تمام طيب وبعدين نطبق الكي اكوليبريم من خلال الكي اكوليبريم جبنا هذا الفراكشن او هذا الجزء يعني هذا مش فراكشن هذا عباره عن الجزء اللي بستخدمه في ايجاد الفراكشن اللي هو تركيز الان اتش 4 بلس على تركيز الان اتش 3 وعندنا تركيز الاو اتش OH ماينس ربطناه مع مع البي اتش ايوه وعندنا الاي كي معلوم فما ظل شيء غير انه البي اتش عند اي قيمه بعطيني اياها بقدر اطلع الفراكشن للان اتش 3 تمام هيك بكل بساطة هذا هو موضوع الفراكشن وهاي أول جزئية طبعاً من موضوع الكيميكال اكيوليبريم. طيب ننتقل الآن للجزئية الثانية وهي السوليبيلتي برودكت تمام؟ طيب بالنسبة لموضوع السوليبيلتي برودكت هو الجزئية الثانية من موضوع الكيميكال اكيوليبريم. طبعاً الكيميكال اكيوليبريم بتكون من أربع أجزاء ايوه اول جزء اخذناه تونا اللي هو ثابت الاتزان الجزء الثاني سوليبيليتي برودكت والثالث راح يكون الغاز سوليبيليتي والاخير راح يكون عن السوربشن ايوه فاحنا بالموضوع الثاني الان السوليبيليتي برودكت السوليبيليتي برودكت هي بكل بساطه معناها انه ذائبيه السوليد في المي تمام في الماء يعني انا مثلا لو جبت ملح تمام ملح اللي هو ال NaCl جبته حطيته في مي تمام ان اي سي ال حطيته في مي راح يتفكك لان اي بلس صح زائد سي ال ماينس جوا المي تمام طبعا بس يذوب طيب هسا الفكره هون انه انت لو بدك يعني مثلا على سبيل المثال الملح اللي هو الان اي سي ال بده يتفكك لان اي بلس زي ما حكينا زائد سي ال ماينس لو بدك تطبق عليه موضوع الاتزان يعني بدك تطبق ثابت الاتزان اللي هو الكي ايكوليبريم شو بدك تحكي تركيز النواتج يعني تركيز الان اي في تركيز السي ال ماينس طبعا على تركيز الان اي سي ال طيب الان اي سي ال هو عباره عن ماده سوليد واي ماده بتذوب بالمي طبعا يعني بتكون زي بودره سوليد زي الملح تمام ايوه مثلا على سبيل المثال السي اي سي او 3 اللي هو الكلس بحكوا له تمام ايوه فلو بده يذوب بالمي هو اصله ماده سوليد فاي ماده سوليد يعني اي ماده تركيز السوليد نحكي بفترضوها هم واحد تمام بيفترضوها ثا واحد او كونستانت يعني بيفترضوها ثابته فبناء على هذا الكلام ايوه حكى لك ما هو السوليد احنا بنقدر نقيس الذائبيه تاعيته ايوه الذائبيه المقصود فيها او السوليوبيليتي اللي هي يعني قديش يعني قديش تراكيز الايونات في حاله الاشباع تمام؟ يعني لو انت ظليتك تضيف تضيف ملح على المي، أي أيوة راح تصل المي لمرحله انه الملح بصير يترسب، بطل يذوب، ليش؟ لان المي وصلت لمرحله الاشباع، تمام؟ فاحنا هنا يوم ندرس موضوع السوليوبيليتي برودكت، احنا راح ندرس تراكيز الايونات أي أيوة جوا المي في حاله الاشباع، طيب تحت مسمى السوليوبيليتي برودكت، طيب بناء على هذا الكلام اجى حكى لك مش انت عندك تركيز الان اي سي ال هو عباره عن كونستانت طيب والكي والبريم ايضا كونستانت فقال لك هذول الاثنين لو خبطتهم في بعض او ضربتهم في بعض يعني ايوه شو راح يعطيك راح يعطيك كونستانت كمان فبناء على هذا الكلام قال لك انه عندك الكونستانت الجديد اللي راح يطلع هو اسمه كي اس بي اس بي اللي هو اسمه معناه سوليبريتي برودكت يعني هو نفس الموضوع اللي بنحكي عنه ايوه او هو نفس العنوان فالسوليبريتي برودكت هو بالاخير ثابت طلع عندي تمام ثابت لكل عنصر صلب يذوب في الماء زي ال NaCl على سبيل المثال زي سي أو 3 زي ال CaSO4 آه، الى اخره من هاي القصص تمام فال بي اللي هو سوليبيليتي برودكت يساوي صار عندك تركيز النواتج صح بس صار عندك تركيز النواتج يعني على سبيل المثال لو افترضنا انه عندي سوليد بده يتحلل بالماء بده يعطيك A كابيتال و B كابيتال بتيجي بتحكي لي تركيز الماده A قوه A سمول في تركيز الماده B قوه B سمول اللي هي عدد المولات تمام هيك بكل بساطة فإذا السوليوبيليتي برودكت بالنهاية استنتجنا إنه هو قيمة ثابتة لكل سوليد عندي السوليوبيليتي برودكت المقصود فيه إنه إيجاد تراكيز هاي الأيونات أيوة في حالة الإشباع التركيز في حالة الإشباع بسموه سوليوبيليتي تمام؟ يعني يوم اجي انا احكي لك سوليوبيليتي للاكسجين، سوليوبيليتي للسي اي، سوليوبيليتي للكي، للبوتاسيوم لاي شيء سوليبيليتي لاي شيء جوا المي يعني اعلى ذائبيه له او اعلى تركيز له اعلى تركيز للعنصر في حاله الاشباع تمام في حاله الاشباع وزي ما حكينا حالة الإشباع خلص إنه المي بتبطل تقدر تذوب يعني فيها أي إشي تمام فبصير هذا الإشي يترسب بعد الإشباع خلص يعني يعني المي بتفلل زي ما بيحكوها تمام فهي هاي الفكرة تمام فاحنا بدنا نطلع السوليوبيليتي لهاي الايونات طيب اه، نيجي مثلا الكي اس بي طبعا له جداول بحكي لك مثلا عندك بالماده تيبل 2.3 بعطيك بعض القيم للكي اس بي خلينا لو نروح نشوف التيبل نفرجيك اياه هذا هو التيبل هيو تيبل 3 من التشابتر الثاني مثلا شوف في عندك هاي حتى معطيك هون التفاعل ومعطيك الكي اس بي عند درجه حراره 25 مثلا تفاعل السي اي سي او 3 بتحلل السي اي بلس 2 زائد سي او 3 ماينس 2 الكي اس بي له 5 في 10 قوه سالب 9 وهكذا السي اي اف 2 مثلا سي اي بلس 2 زائد 2 اف لاحظ بوازن المعادله هون طبعا بعطيك اياها المعادله موزونه جاهزه 3 في 10 قوه سالب 11 اه تمام خلينا نيجي ناخذ مثال على موضوع الكي اس بي طيب اه مثال سريع على موضوع الكي اس بي بقول لك فايند ذا ايكوليبريوم كونسنتريشن للفلورايد ايونز إذا بده تراكيز الفلورايد أيونز أيوة إن بيور ووتر لو حطينا لو في مي نظيفة يعني إن بيور ووتر كوزد باي ديسوسيشن للسي اي اف 2 يعني لو حطيت أنت جبت سي اي اف 2 اللي هو كالسيوم فلورايد تمام كالسيوم فلورايد جبته حطيته في مي راح يذوب شو راح يعطيك المعادله سي اي بلس 2 زائد 2 فلورايد صح طيب الكي اس بي له ثابت تو تونا شفناها بالجدول انها 3 في 10 قوة سالب 11 فاعطيني تراكيز الفلورايد ايون بدي السوليوبيليتي للفلورايد ايون تمام طيب السوليوبيليتي للفلورايد ايون او الكونسنتريشن للفلورايد ايون كيف بجيبه عن طريق انه اجي احكي الكي اس بي بتساوي تركيز المواد الناتجه اللي هي السي اي صح سي اي عدد مولاتها واحد في تركيز الاف قوه 2 تمام طيب طيب الان انت كيف بدك تطلعهم؟ هم هذول مجهولين على اعتبار اه بحكي لك ما هو هذا راح يتفكك يعني بشكل كلي، صح ولا لا؟ ايوه هو راح يتفكك بشكل كلي فبالتالي آه في حالة الإشباع ايوه هذا راح نفرضه اس، يعني تركيز السي ايه راح نفرضه اس، طب إذا هذا اس معناته هذا راح يكون في حالة الإشباع ضعفه 2 اس، صح ولا لا؟ فيعني السوليوبيليتي بكل بساطة هي تركيز فأنا بفترض أنه تركيز السي اي بلس 2 في حالة الإشباع تركيز أيونات الكالسيوم في حالة الإشباع هو عبارة عن أس اللي هو السوليوبيليتي إلها تمام نبدأ نطلعها طيب برضو نفس الإشي تركيز أيونات الفلورايد أيوة في حالة الإشباع هو عبارة عن أس ولكن عدد مولات الفلورايد من هذا التفاعل اللي بتنتج هي اثنين معناته راح تكون ضعف الاس تمام هسه بتيجي بتعوض بدل تركيز السي اي بتيجي بتحط اس قوه واحد طيب إيه، تركيز ايونات الفلورايد اللي هي 2 اس احنا حكينا 2 اس تربيع تمام مش تروح طبعا في ناس بتحكي ايش انه بيجي بحط التربيع هون وبنسى يحط هون اثنين هذول الاثنين التربيع ما إلها علاقه بالعدد المولات تمام يعني بس انه هاي جزء من القانون يعني ماشي احنا عدد المولات حطيناه هون كتربيع وبنحطه هون كاثنين بس هذول الاثنين ما لهم علاقه ببعض يعني واحد بيحكي عن السوليوبيليتي ايوه وواحد بيحكي عن قانون يعني التربيع اجت من القانون هو هيك القانون تمام طيب بالك اس بي معك عندك ثابتة اللي هي ثلاثة في عشرة قوة سالب 11 طيب فلو أوجدت الأس هسه يعني عندك هسه صار عندك مجهول واحد أس في أربعة أس تربيع بتطلع عندك أربعة أس تكعيب بتساوي ثلاثة في عشرة قوة سالب 11 وبطلع عندك هيك من هون الأس بتساوي الجذر التكعيبي طبعا لا ثلاثة على أربعة في عشرة قوة سالب 11 طلع الجواب وهيك أنت طلعت السوليوبيليتي الأس طلعت السوليوبيليتي طيب هاي السوليوبيليتي أنا هسه منها من هاي الأس اللي أنا افترضتها بدي اجي اطلع تركيز السي اي بلس 2 احنا شو افترضنا ان تركيز السي اي بلس 2 هو نفسه اس فبالتالي هو نفسه جذر التكعيبي ل 3 على 4 في 10 قوه -11 صح طيب بالنسبه للفلورايد آه الفلورايد احنا افترضناه 2 اس صح ليش لانه يعني ال سي اي بلس 2 اذا كان 1 مول في عندي مقابل 2 مول من الفلورايد فبالتالي اذا كان هذا السوليبيليتي له اس معناته هذاك السوليبيليتي له 2 اس فبالتالي هاي بدك تحكيها 2 في الاس تمام فبتيجي بتعوض 2 في الجذر التكعيبي ل 3 على 4 في جذر السالب في 10 قوه سالب 11 لو اجينا والله طلعناها خلينا نطلعها الان الحاسبة على السريع 3 على 4 في 10 قوه سالب 11 يطلع عندك الجواب واحد وتسعة تقريبا هاي اثنين في عشرة قوة سالب أربعة هذا الجذر جوابه اثنين في عشرة قوة سالب أربعة يعني بطلع عندك هون بالنهاية تركيز Ca بلس تو أو نحكي للسي لCa بلس تو اثنين في عشرة قوة سالب أربعة وبالنسبة للفلورايد بطلع عندك أربعة لأنه ضرب اثنين في عشرة قوة سالب أربعة هذول الاثنين الرقمين هذول طبعا بوحده المول على لتر زي ما حكينا لك السكوير براكتس معناه المول على لتر تمام طيب آه الفكره المهمه لازم تعرفها انه هذا التركيز السي اي بلس 2 بكون ات الاشباع يعني عند Saturated عند Saturated ما... عن ليفل تمام عند Saturation ليفل او يعني عند مستوى الاشباع بكون تركيز ايونات السي اي بلس 2 الناتجه عن السي اي اف 2 2 في 10 قوه سالب 4 تمام ايوه طيب عند يعني فوق الاشباع لو مثلا يعني انا ضفت كميه فوق الاشباع، ايوه طبعا هاي الكميه فوق الاشباع ما راح تذوب في المي، تمام؟ فبالتالي تركيز السي ا بلس 2 راح يضل 2 في 10 وسايل 4، نفس الاشي بالنسبه للفلورايد، تركيزه عند الاشباع 4 في 10 وسايل 4 مول على اللتر، فهو بعد الاشباع يعني لو اجيت ضفت كميه زياده من السي اف 2 ما راح يجي يتغير تركيز الفلورايد ويزيد عن الاشباع، خلاص المي بس بتستقبل الفل تاعها هو 4 في 10 قوه سالب 4 مول على اللتر من الفلورايد عند اذابه السي اي اف 2 في الماء، تمام؟ هذا هو موضوع السوليبيلتي بكل بساطه، لازم تفهم معنى السوليبيلتي انها عباره عن اكثر تركيز بتتحمله المي من اي عنصر عندي، تمام؟ عند مستوى الاشباع. ايوه وطبعا التركيز هذا المي ما بتطلع عنه، يعني ما بتتحمل اكثر منه، تمام؟ طيب هيك احنا بنكون خلصنا سوليبيليتي برودكت او السوليبيليتي للسوليد تمام طيب نيجي هسه السوليبيليتي للغازات جوا المي اذا احنا درسنا السوليبيليتي للسوليد جوا المي طب نيجي هسه ندرس السوليبيليتي للغازات جوا المي واللي هو الموضوع الثالث طبعا من الكيميكال ايكويليبريوم طيب السوليبيليتي للغازات جوا المي حكى لك القانون اللي بيعبر عن تراكيز الغازات جوا المي هو هنريز لو تمام اجى لك واحد اسمه هنري عبر عن الموضوع وحكى لك تركيز الغاز يعني خلينا نكتبه تركيز الغاز جوا الووتر هذا التركيز ان ووتر تمام؟ يعني في الماء يساوي ثابت هنري لهذا الغاز الكي اتش هو ثابت هنري في البرشر آه للغاز هذا البرشر هو عباره عن بارش برشر تمام؟ يعني برشر جزئي طيب هسه في معلومه مهمه انت لازم تفهمها يعني هسه لو انا اخذت طبعا احنا بنعرف انه البرشر آه للبرشر هو عباره عن آه وزن عمود الهواء على المتر المربع صح؟ يعني لو جبنا قطعه من الأرض هذا متر مربع من الأرض عندك طبعا هنا في عندك هواء صح يعني هنا في عندك هواء هاي مليانة هواء طبعا الهواء آه شو موجود فيه موجود فيه مثلا 78% آه نيتروجين موجود فيه مثلا 21% أكسجين O2 N2 موجود في المية طبعا في كمان غازات أخرى زي الأرجون مثلا وإلى آخره من الغازات فالهواء عنده السي ليفل طبعا نحن بنعرف إنه البرشر للأتموسفير بيساوي واحد أتموسفير تمام طبعا الأتموسفير وحدة قياس برشر وإحنا هون راح نستخدمها لقياس البرشر تمام طيب فهاي أت سي ليفل طيب أت سي ليفل لو قلت لك بدي الضغط الناتج عن الأكسجين بس مش يعني عن الهواء الهواء كامل بعطيني واحد اتموسفير طب انا بدي الضغط الناتج ات سي ليفل من الاكسجين بس، بتيجي بتحكي لي انه الضغط الناتج لاي غاز هو عباره عن نسبه الغاز البيرسنت له ضرب ضغط الهواء، تمام؟ اي أيوة ولانه هو مثلا الاكسجين هو عباره عن 21% من الهواء، معناته اذا كان الهواء ضغط واحد اتموسفير، معناته الاكسجين مشكل 21% اتموسفير، صح ولا لا؟ فبرشر الاو 2 بتيجي بتحكي لي هو عباره عن 21% ضرب واحد يعني 21% من الاتموسفير تمام فهذا ضغط الغاز هذا هو نفسه البارشل اللي هذا تمام فيوم احكي لك تركيز الاو2 ان ووتر بتجي بتعطيني بتضرب الكي اتش ثابت هنري في البارشل اللي برشر للاو2 اللي هو بكون عباره عن نسبه الغاز ضرب البرشر للهواء طبعا البرشر للهواء زي ما بنعرف كل ما ارتفعت بقل معناته برشر الهواء احنا بنعرف يعني هاي من الفلويد انت اخذتها انه البي للاتموسفير بتساوي البي نوت البي نوت اللي هي هاي قيمتها واحد اتموسفير يعني ات سي ليفل تمام ايوه وهاي البريشر طبعا لمين للهواء ناقص ايوه 1.15 و15 في 10 قوه سالب 4 في اتش تمام الاتش هي عباره عن الارتفاع يعني هذا الكلام معناه انه البينو نو البرشر يقل برشر الهواء يقل ات سي ليفل بكون واحد اتموسفير اطرح منه واحد وخمستاش عشر في عشرة قوى سالب اربعة ضرب اتش اللي هو الالتيتيود او الارتفاع هي المعادلة تمام ايوه فالاتش طبعا هي معناها الالتيتيود طيب نرجع لمعادلتنا تاع تركيز الغاز ان ووتر بالنسبة لثابت هنري ثابت هنري هذا كمان له جداول زي الكيس تمام زي السوليوبيليتي برودكت هاي جداوله هون موجوده طبعا كل غاز يعني احنا الغازات اغلب الغازات اللي يعني بتلاقينا نركز عليها هم غازين الاو 2 والسي 2 تمام وغالبا ال 2 يعني غالبا الاسئله بتيجي على الاو 2 اصلا هو يعني من اهم الغازات اللي احنا بنهتم فيها بالمي كثير تمام طبعا الك ثابت هنري له وحدة قياس وهي المول على لتر دوت أتموسفير طبعا كيف جابها؟ جابها من القانون طبعا انت بتعرف انه تركيز الغاز شو وحدته؟ مول على لتر صح؟ هاي بتساوي الكي اتش وطبعا البرشر وحدته أتموسفير فنقول أتموسفير هون بصير عندك ثابت الغاز وحدته مول على لتر دوت أتموسفير تمام؟ طيب ثابت الغاز طبعا يتغير بتغير الحراره شوف يعني بتغير الحراره هي قاعد بتغير طبعا بقل وعلاقته مع الحراره عكسيه شوف كان هنا 0.02 صار 0.01 كل ما زادت درجه الحراره علاقته مع الحراره عكسيه هيك بكل بساطه طيب الان عرفنا ثابت هنري طيب بحكي لك مش بس هذا القانون اللي بقدر اجيب منه تركيز الغاز ان ووتر ايوه بالنسبة لهنري، حكى هنري في ثابت ثاني، ايوه بس الثابت الثاني تاع هنري ما له وحدة، دايمنشنلس، شو هو الثابت الثاني تاع هنري؟ حكالك بكل بساطة هو اتش، يعني هنري اول حرف من اسمه اتش فقال لك الثابت هذا اسمه اتش تمام ليس له وحده لانه اصلا يساوي التركيز ان اير على التركيز ان ووتر شو معنى سي اي سي اي يعني تركيز الهواء في ترك عفوا تركيز الغاز في الهواء تمام والسي ووتر تركيز الغاز في الماء طبعا انت بدك هاي هاي نفسها هاي ترى يعني تركيز الغاز ان ووتر هي نفسها السي ووتر تمام اللي هي تركيز الغاز في الماء طيب بالنسبة للسي ان اير هاي هاي كيف بنجيبها؟ هسا انت بتعرف انه بالهواء انا دائما بتعامل مع برشر، طب البرشر شو علاقته بالتركيز؟ ايوه يعني البرشر وحدة اتموسفير، شو علاقته بالمول على اللتر؟ بحكي لك العلاقة بسيطة وسهلة، يعني علاقة السي اي بالبرشر، يعني لو اعطاك برشر وبدك تجيب منه سي اي، ايوه يعني الكونسنتريشن للغاز جوا الهواء، ايوه بكل بساطه بتجيبه عن طريق قانون ثابت الغاز طبعا قانون ثابت الغاز زي ما هو معروف هو عباره انه عدد المولات على الفوليوم بيساوي البرشر للغاز ايوه على الار في تي والار هو ثابت الغاز تمام ثابت الغاز وثابت الغاز طبعا قيمته بتكون ثابتة يعني مثلا من أحد القيم اللي له بوينت أو ثمانية يمكن ثلاث أيوة في طبعا له وحدة معينة طبعا مثلا بالأتموسفير دوت, مل دوت ميلي دوت لتر على ميلي دوت كلفن تمام يعني هاي أحد القيم اللي إلو واللي رح نتطرق لها يعني لاحقا وطبعا القيمة هاي تعطم بالأسئلة أيوة لو احتجناها بالأسئلة رح تلاقيها موجودة تمام يعني هو ثابت بالنهاية مش مطلوب منك تحفظه طيب اما بالنسبه للبرشر البارشل برشر هذا البارشل بريشر للغاز الان على في هاي نفسها السي ان اير تمام اللي هو الكونسنترشن ان اير فشوف شو الرابط بين الكونسنترشن اير والبارشل بريشر تمام للغاز اي أيوة 1 والبارشل بريشر اقسمه على ثابت الغاز ضرب التي طبعا ملاحظه مهمه التي هاي ما بتكون بالسلسيوس بتكون بالكلفن فعشان تحول من سلسيوس لكلفن شو بتعمل الكلفن بيساوي 273.15 زائد درجه الحراره بالسلسيوس تمام اذا اعطاك اياها مثلا 15 درجه سلسيوس تجمع لها 273 و15 عشان تحولها بالكلفن وتعوضها بالقانون بالكلفن تمام هيك انت بتكون طلعت الكونسنتريشن ان اير فشوف صار عندنا يعني هون ثلاث قوانين مرتبطات ببعض أول قانون هو عبارة إنه تركيز الغاز أيوة in water in water يعني C in water شو بتساوي ثابت هنري اللي إله وحدة أيوة في البارشل partial pressure القانون الثاني انه في عندي ثابت لهنري ما له وحده دايمينشنلس بيساوي التركيز بالهواء على التركيز في الماء والتركيز بالماء نفسه هذا نفسه تركيز الغاز ان ووتر تمام طيب السي ان اير هو عباره عن عدد المولات على الحجم ويساوي البريشر البارشل بريشر للغاز والبارشل بريشر للغاز زي ما حكينا هو نسبه الغاز في ضغط الهواء على الار في تي تمام هاي القوانين لازم تفهم العلاقه بيناتها وهذا هو كل موضوع طبعا سوليبيليتي اوف غاز تمام مثلا هنا بقول لك فايند ذا ايكويليبريوم كونسنتريشن اعطيني تركيز الاو2 ان ووتر على درجه حراره 25 بالواحه اند 1 اتموسفير اوف بريشر طبعا الاو2 على درجه حراره 25 ات 1 اتموسفير انت لازم شو تروح تجيب الكي اتش تمام ايوه الكي اتش من وين بدك تجيبه من الجدول راح تروح يعني هاي الجدول ال kh اتش ال 2 على درجه حراره 25 هي اللي هي عباره عن بوينت بالمول على لتر دوت اتموسفير بوينت مول على لتر دوت اتموسفير تمام طيب باجي هسه بطلع تركيز الاو 2 بكل بساطه ان ووتر بده تركيز الاو 2 ان ووتر كونه انا مع الكي اتش بستخدم اول قانون تمام ايوه ان ووتر شو بيساوي الكي اتش عوض 0.01263 مول على لتر دوت اتموسفير ضرب طبعا ايش للبرشر البارشل بريشر للغاز اعطاك البرشر كم 1 اتموسفير طب هذا ما بتضرب في واحد اتموسفير انت بتضرب بالبرشر للغاز البرشر للغاز هو عباره عن نسبه الغاز في ضغط الهواء هذا ضغط الهواء فنسبه الغاز عندك اللي هي 21% صح ضرب واحد طبعا بوحده الاتموسفير ايوه وبالتالي الاتموسفير مال الاتموسفير بتروح زي ما حكينا لك اهتم بالوحدات بيطلع عندك الجواب طبعا اضرب هاي في بوينت 21 بيطلع عندك الجواب بالمول على اللتر طيب افترض انه انا طلبت منك طلع لي تركيز الاو2 على ارتفاع ات اتش بتساوي مثلا 1000 و525 متر تمام لو طلبناه آت 1525 متر شو بتعمل بتروح بتطلع ضغط الهواء عند هذا الارتفاع كيف بطلعه بقول هو عباره P بتساوي P نوت اللي هي عباره عن قيمتها واحد 1 ناقص 1.15 في 10 قوه سالب 4 ضرب الالتيتيود اللي هو 1525 لو جينا حسبناها على يعني الاله الحاسبه على السريع بيطلع معك الجواب 1 واحد ناقص 1.15 واحد ضرب 10 قوه سالب 4 ضرب 1525 بيطلع معك الجواب 0.82 اتموسفير هذا ضغط مين ضغط الهواء مش ضغط الاكسجين تمام فبدك تيجي تطلع البارشل بريشر يعني البي للاكسجين شو بتحكي 0.21% ضرب 0.82 تمام فهيك انت بتطلع البي او 2 او البي للبي جي اللي هي بارشل بريشر للغاز وهاي بترجع تضربها وين في الثابت اللي هو الكي اتش وبطلع هيك يعني هون لو اجينا حلينا بتطلع تركيز o 2 بيساوي انه الثابت اللي هو 0.01263 ضرب 0.21 ضرب 0.82 بس هي اللي اختلف عندك ضغط الهواء هو هذا اللي اختلف النسبه ظلت ثابته تمام وهيك انت بتكون طلعت تركيز الاو2 ان ووتر طبعا معنى انه ات اتش بتساوي 1525 يعني انه البحيره او المي اللي عندك موجوده على ارتفاع 1525 تمام ايوه فلاجل هيك احنا بنطلع تركيز الاو2 في الماء الموجود على هذا الارتفاع تمام ايوه فلا انه يعني تفكر انه كيف مثلا ممكن يعني هي تكون موجوده على ارتفاع 1525 عادي ممكن بحيره تكون على جبل ممكن مثلا كاسة مي احنا حاطينها مثلا على فيلا او اشي بدنا نحسب تركيز الاو فيها فهي يعني بس هيك بسيط تمام فاذا تركيز الاو على ارتفاع 1525 متر بطلع بهذا الشكل الاختلاف هو فقط بالبرشر تمام طيب وهيك احنا بنكون خلصنا موضوع الجاز سوليوبيليتي ان شاء الله في المحاضرة الجاي آه، راح نبلش ندرس موضوع الادزوربشن او موضوع السوربشن اللي يعني هو الموضوع الثالث من الكيميكال او الرابع من الكيميكال ايكوليبريم ايوه وبعدين ننتقل للموضوع اللي في هذا البارت اتمنى يكون عجبكو. إذا عجبكو الشرح عجبكم وإذا عجبكم الشرح حطوا لنا لايك like للفيديو ادعموا القناه باشتراك وايضا آه، تركونا تعليقات حلوه وادعمونا والله يعطيكم